مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، فقرة اللايف ستايل وبصحبة الزميلة المبدعة الجميلة ميرا المنذري. حياك الله. هلا زميلتي رحاب، واهلا بكم مشاهدينا ببرنامج مساكم خير. الحين فقرة الديكور والأثاث، وأثاث اليوم عصري ومرتبط بالتكنولوجيا مثل جيلنا. يا سلام عليك. بالتأكيد ميرا، في المنزل الذكي أو سمارت هوم لم يعد بس مجرد حلم في الأفلام أو عالم ديزني أو الخيال العلمي، صار موجود في واقعنا، صح؟ صح. حلو. إذا مشاهدينا، مثل ما قلنا أنه صار حقيقة وقابل للتحقيق وأسهل مما نحن نعتقد، فاستعدوا مشاهدينا في حياتكم على وشك أنها تتحول وتكون أسهل وأسرع وأجمل. تفاصيل أكثر بنسمعها اليوم مع المهندس مهند الأيوبي، مدير عام شركة متخصصة في تقنيات البيت الذكي. مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، مرحبا فيكم، شكرا على الاستضافة ومساكم خير. حياك الله. واجب ميرا، سألي أول سؤال. أسئلة سهلة يا ميرا. إيه لو سمحت يا ميرا. المشاهد عنده سمع هالمواصفات أكيد يقول إن تكلفة كبيرة وما يفكر في الموضوع، صح؟ شو هو متوسط التكلفة بيت الذكي؟ على طول على الأسعار يا ميرا. إيه أكيد. شوف هاي معناته إنها بزنس وومن. ما شاء الله عليها. إيه. صراحة بالنسبة للأسعار أو الناس على طول تفكر موضوع السعر للبيت الذكي، هذا دائما ينطلق من شقين، او الجواب يكون شقين. نعم. الشق الاول انه شو الطلبات، يعني انا مثلا لو بعمل بيتي ذكي، اول شيء هل انا محتاج ولا ما محتاج البيت الذكي؟ فلذلك اول شيء نفهم شو يعني امكانيات الشخص. البيت الذكي. نعم. فهل انا محتاج ولا لا؟ فبناء على احتياجاتي يا ميرا راح يكون اول عامل يحدد السعر. نعم. ثاني عامل شو التقنيه اللي راح اطبقها. اليوم التقنيات كثيره جدا، مش انها تقنيه واحده او انها بوكس اشتريها اركبها يكون بيتي ذكي، لا، في تقنيات كثيره، ودائما التقنيه بتلعب دور بجوده البيت الذكي وبالتالي في السعر. 100%. يعني احنا فعلا قمنا نسمع وايد البيت الذكي وتقنيات جديده بما يخص البيت الذكي، صح. لكن فعليا ما عندنا الاستيعاب الكامل بمواصفات البيت الذكي العصري، فشو هي مواصفاته اساسا؟ تمام. البيت الذكي بصراحه هو يبدا بانه البيت اللي يساعدني انا كصاحب البيت على التعامل معه، التفاعل، يتفاعل مع صاحب البيت، سهل التواصل مع صاحب البيت، هذه من جهة. نعم. أكثر من الوضع الطبيعي أو التقليدي بالتعامل يعني مع البيت. الشيء الثاني أنه الأجهزة اللي موجودة في البيت أو المعدات الموجودة في البيت، حتى في حال عدم وجودي أو ممكن أنا نسيت أو أنا خارج البيت مثلا، أنه هاي الأجهزة ممكن تكلم بعضها وتنفذ شيء أنا محتاجه. على سبيل المثال درجة الحرارة مرتفعة، اشتغل مكيف مثلا، في سنسر حريق، عمل انذار، فالبيت بيكون بيتصرف بنفسه. جميل. بدون ما انا اتدخل فيه. ممتاز. طبعا بالاضافه الى تدخلي عن بعد من خلال التطبيقات. يعني كل هالاشياء يعني تكون مبرمجه. صحيح. في عده طرق. الشيء الاول اني انا اتحكم من خلال التطبيق الابلكيشن بتليفوني. الشيء الثاني اني ابرمج البيت تلقائيا، هو راح يشتغل تماما مثل ما انا حاب، كاني انا موجود. في ساعات معينه مثلا، خلي يومين في الاسبوع مثلا سقي الزرع، المغرب مثلا ساعه المغرب الاضاءه تشتغل 100%، من المغرب للساعه 9 راح تخف 50%. لا هذا من وحي الخيال. لا لا، هذا واقع. وهذا شغلنا. جميل. كل يوم الحمد لله. ممتاز. وفي اقبال كبير عليه. ممتاز. مثلا من 12 للفجر تنزل 10% الاضاءه. فانت من جهه البيت تلقائيا شغال، ما في داعي انا اقوم واخفف وازيد. بالضبط. وكذا، هو شغال بنفسه. ايه. وقاعد اوفر طاقه. ممتاز للاشخاص الكسولين. ميرا عندك سؤال انت اكيد، صح؟ شو تبين تسالينا؟ ما دام هني بصراحه الموضوع جميل وميزاته جدا حلوه. صحيح. ولكن شو عن العيوب فيه؟ ايه صح. ايه هاي مهمه سؤال جدا. ذكي. ايوه سؤال ذكي للبيت الذكي. العيوب يا ميرا، دائما اذا اختار صاحب البيت النظام الجيد من المصنع الجيد من الشركه الجيده، فالنظام راح يتم شغال عنده 10 و20 و30 سنه بدون اي مشاكل ولا عيوب. ولكن اذا اختار شيء
من الجودة المتدنية، وهذا للأسف في ناس بالفعل بتعاني منه كثير، فراح يكون عنده عيوب. من أهمها أنه ممكن يعرض بيته للاختراق. صحيح، نحن رح نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكبر مشاهدينا بلمسة واحدة. شبيك لبيك بيتك بين يديك، موضوع حلو وشيق ويسهل علينا وايد أشياء، بالتأكيد تبون تعرفون أكثر وتشوفون بعيونكم بشكل أكبر، فعشان شي سوينا لكم هذا التقرير الخاص اللي بنتابعه مع بعض. التحكم في البيت باللمسة أو بالصوت شيء ممتع ويتناسب معنا لأننا جيل تربى على التكنولوجيا. البيت الذكي بدأ ينتشر ويسهل علينا المعيشة أكثر. أنا اليوم هني عشان أشوف آخر تطورات في هالمجال. خبرونا عن خدماتكم الذكية اللي تقدمونها للجمهور. البيت الذكي هو بيت الأشخاص دلوقتي، أي شخص المفروض أنه يكون عنده بيت ذكي، لأن البيت الذكي مش بس بيكون حاجة رفاهية، لأ ده دلوقتي فيه كمان بيكون أمان أكتر، بيكون الإنسان عنده راحة بال أكتر لما بيخرج برا البيت. بتقدري تفتحي المكيف ساعتين مثلا في اليوم يهوي الأساس عشان الرطوبة والسخونة هنا في الدولة. مثلا بالنسبة للإضاءة بتقدري تتحكمي في الإضاءة، تفتحي الإضاءة تقفلي الإضاءة، مثلا تتحكمي في السور الإضاءة للسور الخارجي للبيت، فده كل الحاجات دي بتقلل جدا من طاقة استهلاك الكهرباء. كمان لو أنت خارج البيت مثلا في الدوام أو بره في أي مكان، حد جالك على البيت مثلا عن طريق الموبايل، بتقدري تشوفي مين واقف على الباب تكلميه، وكمان تشوفي مثلا لو عايز يدخل بتقدري عن طريق الموبايل من غير مفتاح تفتحي له البيت. يعني هو اكتر من هو كمان نظام رفاهية، فهو بيكون امان جدا وسكيور جدا، وبيوفر معاكي كمان في طاقة استهلاك الكهرباء جدا. ما دام ان نحن دي المستقبل، شوفوا اين اخذ من النظام الذكي. النظام الذكي يقدم لجيلكم أنتو جيل المستقبل السلامة والأمان، في حالة أنه إذا أي طفل ممكن يتقرب من شباك، أو ممكن أنه إذا صار حريق بالبيت، فهذا النظام الذكي يوفر كل هذه السلامة للأطفال، وبنفس الوقت كمان يوفر الراحة للكبار السن اللي ممكن أنه يتحكمون بكل الأجهزة الإلكترونية في المنزل عن طريق الريموت. البيوت الذكية ليست مجرد للرفاهية، ولكنها توفر الطاقة وتزيد من الراحة، وبالإضافة للأمان. والأكثر من هذا مناسبة لجيلنا اللي متعود على التكنولوجيا. كانت معكم ميرا المنذري من قناة الإمارات. تقرير وايد حلو ميرا. ليش يعني حياتنا ما تكون بهالسهولة وبهالطريقة المريحة اللي فعلا توفر علينا وايد؟ نحن رجعنا لك عشان نستكمل أكيد حديثنا المهندس مهند، وأنت جايب لنا تقنيات مختلفة الواحد ممكن أنه يستخدمها حق البيت الذكي أو عن طريق تليفونه. خبرني على الأشياء الموجودة. مثل ما شرحنا أنه في البيت الذكي أنا ممكن أتواصل أو أتفاعل مع البيت، سواء الأجهزة تتواصل مع بعضها تلقائياً، أو مثل ما أنا مبرمج، أو من أبليكيشن أو تطبيق اللي بيكون عندي بالتليفون. في طرق ثانية غير الأبليكيشن غير البرمجة، في أشياء في ناس بتفضل يكون عندها طرق أخرى، أو إحنا بنسميها Human Machine Interface، الواجهة اللي بين النظام الذكي وبين الإنسان. أنا مثلاً ما أحب أستخدم تطبيقات التليفون. إحنا نراوي المشاهدين. مثلا راح نتكلم الحين عندنا احد الاشكال هذا ريموت، ممكن اشيله معي في البيت، الف في البيت كامل فيه. حلو. في 16 زر، كل واحد فيهم قابل للبرمجه. انا ممكن ابرمجه هذا مثلا ليفينج هوم، لما اضغط ليفينج هوم بكون أنا مبرمج لما أطلع من البيت شو اللي يصير. فمثلاً الإضاءة سكرت، إضاءة الكوريدور شغالة، كل شيء مثل ما في داعي ألف فوق وتحت ونسيت هاي خليتها خلاص ليفينج هوم. هذا كمان اللي عندهم كبار في السن أحياناً ما حابين يستخدموا الأبليكيشن، هذه الأوبشن. حتى اللي عندهم
ذوي الاحتياجات الخاصة صحيح. مثلاً بيقدر يتحكم في البيت كامل بالإضاءة بالتكييف بيطلب حلو. المصعد بيروح لعنده كله ممتاز. بريموت هذا الريموت اللي عندنا هذا في 16 اوبشن حلو يعني كل الريموتات اتوقع الواحد يقدر يبرمجها على حسب احتياجاته والاشخاص صح. اللي موجودين صح. في البيت شيء جدا جميل اتوقع ميرا انت تحمستي انك تسوين لك غرفه ذكيه في البيت صح إيه. الصراحه شوقني اني احول غرفتي الى غرفه ذكيه واستخدم كل هالاشياء شكرا لك ضيفنا على معلوماتك الله يسلمك يعطيك العافيه كل الشكر لك اوجه كل التحيه والشكر على هاي التقنيات الجميله والامنه اللي فعلا تخلينا نفكر في المستقبل او في الوقت الحالي لما يكون عندي بيت فال حلو ان شاء الله انه في الوقت الحالي واحب اوجه شكر جدا كبير للزميله ميرا على تواجدها اليوم معانا فعلا جملتي البرنامج بحضورك الحلو والراقي كان حضور ملائكي أيوة. شكرا ميرا اذا مشاهدينا نحن لين هنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا للاسف لكن مواضيعنا المميزه دائما مستمره يوميا في نفس توقيتنا المعتاد نشوفكم باكر ان شاء الله بنفس التوقيت الساعه 9:30 على قناه تميز قناه الامارات تصبحون على الف خير